إلكترون، 10 إلكترونات. طيب لو فرضنا ان بدأ يتحرك 50 إلكترون من السورس ووصل 10 إلكترونات اللي الناحية التانية، فبنقول نسبة الإلكترونات اللي وصلت 10 بالنسبة للتوتال 50، يبقى نسبة الإلكترونات اللي وصلت إلى الدرين بالنسبة للي بلشت تتحرك من السورس 10 على 50، يعني 1 على 5، يعني 2 من 10. فبنقول الترانسميشن كوفيشنت، يبقى تي دي اسمها ايه؟ ترانسميشن ترانسميشن كوفيشنت. الترانسميشن كوفيشنت تساوي كام؟ هتقول 2 من 10، او بالنسبه للمئويه بنقول التي تساوي 20% لو ضربناها ايه؟ في 100. فهمنا فكره الترانسميشن كوفيشنت؟ يبقى نسبه الالكترونات اللي بتتحرك من اللي بتوصل للدرين بالنسبه اللي بلشت تتحرك من السورس. في حاله الديفيوزيف دايما التي بتكون اقل من كام؟ اقل من ايه؟ من النص. يبقى دايما التي اقل من النص، ده في حاله الديفيوزيف. لكن في حاله الباليستيك التي بتكون اكبر من النص، يعني التي اكبر من 50%. يعني معناها ايه؟ يعني معناها لو انت عندك في حاله الباليستيك لو بلش هنا مثلا 50 الكترون يتحركوا من هنا، نصهم كام؟ نصهم 25، فعلى الاقل 26 الكترون هيوصلوا الناحيه الثانيه، ممكن 26 يوصلوا 27 28 29، المهم عدد الالكترونات اللي بتوصل للدرين بيكون اكبر من النص اللي بلشوا ايه؟ يتحركوا من الباليستيك. اما في حاله السيمي باليستيك لو بلش يتحرك 50 الكترون من السورس هيوصلوا بالظبط هنا 25، يعني معناها نسبه الالكترونات اللي بتوصل الناحيه الثانيه كام؟ 50%. يبقى الترانسميشن كوفيشنت اللي هو التي كابيتال 50%. لو ردينا للسؤال بتاعنا تاني قبل ما نشوف الحل في الشرح، في السؤال نفسه. فين السؤال؟ اوكي اهو، هتلاقي ان كان في البارت في المطلوب رقم بي وسي ودي كان دايما بيديك حاجه اسمها يقول لك نسبه الالكترونات اللي هتوصل. تعال نشوف كده، مثلا في المطلوب رقم سي اللي هو في ناس عندها ده المطلوب رقم بي، كان بيقول لك ايه؟ اهو اقرا كده. knowing that the fraction of electron traveling from source to drain 32%، يعني معناها نسبه الالكترونات اللي هتوصل من السورس الى الدرين 32%. يبقى هي مين دي؟ هي التي كابيتال الترانسميشن كوفيشنت. طب اقرا السؤال اللي تحت خالص، هتلاقيه بيقول لك ايه؟ بيقول لك the percentage of electron that make it so that channel is 33%. يعني معناها ايه؟ 33% بتوصل الى السورس. يبقى هي برضو التي كابيتال. يبقى التي كابيتال اللي هي الترانسميشن كوفيشنت هي عدد الالكترونز اللي هتتحرك من السورس وتوصل الى الدرين، او نسبه الالكترونز هتبدا تتحرك من سورس توصل للدين، سميناها تي كابيتال. اتفقنا؟ ليها قانون تاني التي كابيتال دي، ايه القانون التاني؟ قال لك التي كابيتال ليها قانون حلو كده ولذيذ، بيقولوا ايه؟ بيقول لك ان دايما التي كابيتال بتساوي لاندا اوفر لاندا اوفر ال بلس ال. احنا فهمنا ان اللاندا هي المين فري باس، اللي هي المسافه اللي يقدر يتحركها الالكترون بدون كوليجن، نو كوليجن، نو كوليجن باث، تمام. والال هي اللي تشانل لينس، اللي هي المسافه اللي تشانل لينس، اللي تشانل لينس يعني المسافه ما بين السورس ومين؟ المسافه بين السورس والدرين. اوكي تمام، يبقى ده قانون بنحسب بيه التي كابيتال اللي هو ترانسميشن كوفيشنت. اوكي، وفهمنا معناها ايه ترانسميشن كوفيشنت؟ نسبه الالكترونات اللي بتوصل الى الدرين من السورس. اوكي نرجع تاني، لذلك هتلاقيني هنا في حل في الاساينمنت بدات اول حاجه طبعا ايه، ادي شرحت السيم باليستيك، قلت في السيم باليستيك هاف اوف الكترونز ذات اوت فروم سورس ريتش ذا درين، يعني نص الالكترونات اللي بتتحرك من السورس بتوصل الى الدرين، تمام. في حاله الديفيوز في ال اكبر بكتير من لاندا، وفي حاله الباليستيك ال اقل بكتير من لاندا، واللاندا معناها المين فري باث اللي هي نسبه الافريج باث ذات الكترون كان موف وذاوت اني كوليجن. في مشكلة يا جماعة في الكلام ده؟ يبقى ده أول مطلوب، ده نظري وفهمناه. طيب المطلوب رقم بي، المطلوب رقم بي وسي كان فيهم درايف اكسبريشن، سوري
طيب طيب المطلوب رقم بي بيقول لك درايف اكسبريشن لحاجه اسمها التايم في حاله السيمي باليستيك والكوندكتنس في حاله السيمي باليستيك. مستر عيد السيمي تي مسج حق جام نزفت كل واحد. اوكي ماشي السيمي تمام. هرجع تاني. احنا قلنا هنا السيمي باليستيك الالكترونات بتتحرك من السورس توصل للدرين، بس في حاله السيمي باليستيك بيكون التشانل لينس ال، يعني المسافه بين السورس والدرين هي نفسها لندا، تساوي لندا. تمام. في الحاله دي لو في 50 الكترون بلش يتحركوا من السورس هيوصل منهم نصهم بالظبط 25، فالترانسميشن كوفيشنت 50% او النص، او تي بتساوي نص. يعني ايه تي بتساوي نص؟ يعني لو بلش من هنا 50 يوصلوا 25، لو بلش يتحركوا من هنا 60 يوصلوا كام الكترون الناحيه الثانيه؟ 30، وهكذا. تمام. طيب لكن في حاله الديفيوزيف، في حاله الديفيوزيف لو انا عندي هنا 50 الكترون تمام من عند السورس يوصل اجل من النص، يعني نص ال 50 كام؟ 25. يوصل اللي هيوصلوا هنا يكونوا اجل من 25، اقل من النص، يعني نص ال 50 25، فيوصل هنا اقل من 25 الكترون. لكن في حاله البالستيك دايما الترانسميشن كوفيشنت اكبر من النص، يعني لو بلش يتحرك هنا 50 اللي هيوصلوا الناحيه الثانيه تمام اكبر من 25 الكترون، يعني ممكن يوصل 26 27 28 29 30 40 50 وهكذا، يوصلوا ال 50 كلهم. وتبقى واضح موضوع نسبه الالكترونات؟ واضح يا جماعه موضوع كده السيمي ونسبه الالكترونات والكلام ده؟ تمام. اوكي طيب نرجع تاني. قلنا في الاسايمنت نفسه في المطلوب رقم بي بيقول لك درايف اكسبريشن للسيمي باليستيك تايم، يعني بيقول لك طلع لي معادله التايم في حاله السيمي باليستيك وطلع لي معادله الكوندكتنس في حاله السيمي باليستيك، يبقى عايز يثبت حاجتين الكوندكتنس والتايم. بس في حاله مين يا جماعه الكوندكتنس والتايم اللي هو بيهم؟ في حاله السيمي باليستيك، عشان كده كاتب اس يعني سيمي، بي يعني باليستيك، اس يعني سيمي، بي يعني باليستيك. يبقى عايزين نستنتج. تقول لي دلوقتي احنا عايزين نعرف ايه موضوع التايم وايه موضوع الكوندكتنس ده. قال لك بص يا سيدي، احنا قلنا دلوقتي ان انت عندك في سورس وفيه درين، صح ولا مش صح؟ صح. قلنا ان في الكترونات بتتحرك من السورس توصل الى الدرين. الكترونات ممكن تتحرك من السورس الى الدرين، شلون؟ ممكن الالكترون يمشي سيده كده، وممكن يمشي الالكترون بتاعك كده 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 لغايه لما يوصل. الحاله دي في حاله الديفيوزيف، والحاله دي في حاله البلاستيك. طيب المهم وات ايفر، الالكترون لما يتحرك من السورس الى الدرين مش في مسافة، المسافة بين السورس والدرين هي اللي هي التشانل لينز. هتقول لي طيب الالكترون لما يتحرك من السورس عشان يوصل للدرين سواء في حالة الديفيوزف او في حالة البالستيك هياخد تايم ولا مش هياخد تايم؟ تقول لي هياخد تايم. احنا عايزين نعرف التايم كام. يبقى اول حاجة التايم. هتقول لي يبقى التايم فيه كام نوع كده؟ في كام نوع التايم ممكن نحسبه؟ تقول لي ثلاث انواع. التايم في حالة لو الإلكترون ماشي في صورة باليستيك، التايم لو الإلكترون بيتحرك في صورة ديفيوزيف، صح ولا مش صح؟ التايم في حالة الإلكترون لو بيتحرك سيمي باليستيك، تقول له أوكي. تاني حاجة عايزين نعرفها حاجة اسمها الكوندكتنس. حاجة اسمها إيه؟ الكوندكتنس. تقول لي إيه موضوع الكوندكتنس ده؟ أقول لك أنا. الطبيعي طالما في الكترون بيتحرك من السورس للدرين يبقى في كارنت ولا مفيش كارنت يا جماعه؟ في كارنت ولا مفيش كارنت؟ في طبعا، طالما في الكترون يبقى في كارنت. طالما في كارنت وانت اصلا حاطط فولتج هنا، حاطط هنا فولتج مثلا هنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف، يبقى في فولت هنا بوزيتيف وهنا في فولت نيجاتيف. طالما في كارنت اي
وفي فولت من هنا لهنا ما بين السورس والدرين، في فولت هنسميه مثلا وليكن فولت قيمته كام؟ قيمته في. ففي فولت ما بين السورس والدرين في، وفي كارنت، يبقى في ريزيستنس ولا فيش؟ تقول لي اه ريزيستنس او في على اي. مقلوب الريزيستنس حاجه اسمها الكوندكتنس، الكوندكتنس 1 على ار. يبقى طالما في الكترون بيتحرك من السورس للدرين يبقى في كارنت، واصلا انا عندي فولت، طالما عندي فولت وعندي كارنت يبقى في كوندكتنس اللي هي مقلوب الريزيستنس. هتقول لي اوكي اذا الكوندكتنس هيبقى في منها كم نوع او نحسبها في كم حاله؟ هتقول لي عندك الكوندكتنس في حاله الديفيوزيف نحسب كل الكوندكتنس، وفي حاله الباليستيك اكيد الكوندكتنس هتبقى مختلفه، وفي حاله السيمي باليستيك الكوندكتنس برضو مختلفه. يبقى عندي ثلاث انواع في الديفيوزيف والباليستيك والسيمي باليستيك. قال لك طيب مش انت تويك قايل دلوقتي ان فيه كارنت؟ اه طب ازاي نحسب الكارنت؟ يبقى انا عندي دلوقتي فيه كارنت صح. يبقى تالت حاجه عايزين نتعلمها ان انا عندي ما في داخل الترانزستور من السورس للدرين فيه كارنت. تمام، الكارنت بالمز بالرمز اي. هتقولي فيه كم نوع منه؟ في الكارنت في حاله الباليستيك، الكارنت في حاله الديفيوزيف، والكارنت في حاله السيمي باليستيك. اوكي يبقى عندي كام بارامتر عايز ادرسهم دلوقتي او افهمهم؟ عندي ثلاثة، التايم في حالة البالستيك والديفيوزف والسيمي بالستيك، الكوندكتنس في حالة الديفيوزف بالستيك سيمي بالستيك، الكرنت في حالة البالستيك والديفيوزف والسيمي بالستيك. تمام، قال لك بس خد بالك من حاجة، في كل مرة عايزك نعرف شكل الجنرال. يعني في حالة التايم في معادله تمثل التايم ان جنرال، يعني سواء باليستيك او ديفيوزيف او سيمي باليستيك، فبنسميها تي جي. تي جي يعني الجنرال تايم، الجنرال تايم ايكويجن، يعني معادله التايم ان جنرال. هنا بنقول عليها ايه؟ الجي جي يعني الجنرال كوندكتنس. في هنا معادله الاي جي يعني ايه؟ الجنرال كارنت. ونقعد نطبق فيها بقى في المعادله دي على حسب. يبقى انت عندك معادله التايم للجنرال، لو انت عايز الباليستيك تعوض في الباليستيك، ديفيوزيف تعوض بها ديفيوزيف، سيم باليستيك وهكذا. برضو عندك معادله للجنرال كوندكتنس، وعندك معادله للايه؟ للجنرال كارنت. قال لك بس خد بالك في معادله ثانيه للجنرال كوندكتنس. المعادله دي بتقول كيو تربيع دي على 2 تي. تمام، يبقى الكوندكتنس ان جنرال بتساوي ايه؟ ان جنرال في معادلة كده عامة كده بتقول كيو تربيع دي على 2 تي. يعني لو أنا عايز الكوندكتنس في حالة الباليستيك يبقى أقول إيه؟ في حالة الباليستيك كيو تربيع في الدي على 2، بس التايم يكون نوع إيه؟ يكون التايم نوع باليستيك. واحد هيقول لي طب الكيو معناها الإلكترون شارج، الإلكترون شحنة الإلكترون. طب والتايم فهمنا معناها التي معناها تايم، خلاص التايم اللي بياخد الإلكترون من السورس الى الدرين، خلاص دي معروفه. لكن الدي دي معناها ايه؟ الدي دي